بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الكلمة تعليقا على الأحداث الأخيرة التي وقعت في البحرين، وهي في الحقيقة كما سمعتم خلال أكثر من شهر سمعنا بهذه المعارضة التي بدأت في البداية ترفع لافتات السلمية، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الاعتصامات، ثم بدأت تصعيد في هذه المعارضة حتى انتهت إلى الاستنجاد بالخارج. هذه حقيقة المعارضة في البحرين، وهي لا تقارن بالثورات التي أقيمت في بعض الدول، فهي كانت من منذ بدايتها طائفية، والذي جعل إطار هذه المعارضة طائفيا هم أنفسهم. ولذلك نجد هادي المدرسي في قناة أهل البيت كرر أكثر من مرة أن ما يقع في البحرين هو في الحقيقة معركة كربلائية، فأعطوها صبغة طائفية، ثم قام بالتقسيم الشارع البحريني إلى يزيديين وإلى حسينيين، فأراد بذلك أن تكون فتنة طائفية. ورأينا في خطابه وسمعنا وشاهدنا التصعيد وأيضا تكفير الحكومة البحرينية، ثم أيضا كانت وصايا وإرشادات إلى مواجهة العنف بالعنف. فهذه كانت الوصايا التي كانت تأتي للأسف من الخارج إلى من كانوا في المعارضة البحرينية، ونحن قد عانينا وقد شاهدتم المشاهد كيف عانينا من هذه الفئة التي ادعت السلمية، ورأينا أعمالها التخريبية والفوضوية، والتي وصلت إلى إزهاق الأرواح وإلى الاحتلال المناطق في البحرين الحيوية، وإلى احتلال مستشفى السلمانية، وإلى إفساد التعليم في الجامعات والتعليم في المدارس. فوضى عارمة انصدم منها الشارع السني للأسف في البحرين، انصدموا جدا من هذه الفئة التي كانت تقول السلمية، ثم رأينا الوجه الحقيقي لهذه المعارضة. أقول لابد لأهل السنة، ليس في البحرين فقط، الحمد لله أهل السنة في البحرين يعني أخذوا درسا كبيرا من هذه المحنة التي كانت تحمل منحا كثيرة بحمد الله تعالى. رسالتي إلى أهل السنة في كل الدول العربية والإسلامية أن ينتبهوا إلى هؤلاء الذين يرفعون لافتات المظلومية، ثم نجد أن هؤلاء يتحركون بأجندة خارجية للأسف الشديد. سمعنا من هؤلاء الذين كانوا يقولون وطنية، ثم لما دخل درع الجزيرة إلى البحرين ليس لمواجهة المتظاهرين، وإنما فقط لحماية المنشآت والأماكن الحساسة في البلد. رأينا كيف هؤلاء توعدوا ودعوا إيران إلى التدخل في البحرين، فهي في النهاية هي عبارة عن أجندة خارجية تريد أن تلعب بمقدرات هذه البلدان. علينا أن نأخذ درسا مما جرى في البحرين حتى لا تنتقل هذه المظاهرات وهذا الإفساد في الأرض إلى بقية الدول. أقول أيها الأخوة، التاريخ لا يكذب، لدينا تجارب كثيرة مع هذه الفئة من الصفويين، كيف كانت سيوفهم رفعت على أهل السنة، لم ترفع على أعداء الأمة، لم ترفع على اليهود والنصارى، وإنما رفعت على رقاب المسلمين. نحن لا نريد أن تتكرر هذه التجربة التي وقعت في البحرين، وأبشر جميع الأخوة المشاهدين أن بحمد الله تعالى الشارع السني في البحرين بعد هذه المحنة التحم، توحدت الصفوف واجتمعت الكلمة بحمد الله تعالى. منذ سنوات كنا نحاول أن يجتمع أهل السنة في البحرين، لكن في هذه الأيام بحمد الله تعالى أبشركم بأننا اجتمعنا، وهذه من أعظم الفوائد التي خرجنا من هذه المعارضة ونتائج هذه المعارضة. أيضا الآن أبشركم بأن المساجد في البحرين الآن ملأة بالمصلين، الشباب الذي كنا لا نراه إلا في المجمعات، كنا نراه منغمسا في الشهوات، نراه الآن عاد إلى الله عز وجل، نرى فيه معاني الرجولة، معاني الفزعة، القلب الواحد، الحرص على أعراض النساء. رأينا مشاهد ما كنا نحلم بها أننا خلال شهر نحقق كل هذه الإنجازات. ورأينا أيضا أن هذه المعارضة ماذا كسبت؟ لقد خسرت كل شيء في البحرين، حرقت كل أوراقها. الآن شارع في البحرين يعرف العدو من الصديق، يعرف من أظهر ولاءه لدينه، من أظهر ولاءه لوطنه، ومن كان ينادي بالوطنية ثم سرعان ما سقط هذا القناع المكذوب المكشوف. فأعتقد أن كثيرا من هذه المصائب الله تعالى يحمل فيها للناس كثير من الفوائد، ونحن لا نستطيع أن نستفيد
أو نستفيد من هذه المصيبة التي وقعت في البحرين إلا إذا أخذنا منها العبر، كيف نواجه هؤلاء في الأيام القادمة، كيف نتعامل معهم. بحمد الله تعالى الشعوب السنية والشارع السني لا ينظر إلى مخالفه بعين العصبية أو الطائفية، رأينا منذ سنوات يتعاملون معهم على أساس العدل. حتى الحكومة البحرينية كما توظف السنة توظف الشيعة، هناك وزير سني، هناك وزير شيعي، هناك نائب سني، هناك نائب شيعي، هناك طبيب سني، هناك. رأينا أن الحكومة البحرينية لم تفرق. هذا يعني يوضح كيف أن هذه الدعاءاتهم كلها كانت مكذوبة. وحتى الذين كانوا يظهرون ولاءهم للبحرين رأينا كيف في أثناء هذه الأزمة لم يتكلموا بكلمة واحدة، لكن لما تم تطهير أماكن الاعتصامات والاحتلال الذي وقع لبعض المناطق والمستشفيات رأينا كيف هؤلاء قدموا استقالات جماعية وهم كانوا محسوبين على الحكومة، كانت ولاءاتهم في الأيام الرخاء للحكومة، لكن في هذه الأزمة قدموا استقالات جماعية. هذا يكشف أننا في البحرين كنا نعيش مؤامرة كبيرة. هناك من يظهر صوت المعارضة بالعنف، وهناك من يظهر صوت المعارضة عن طريق البرلمان، وهناك من أظهر ولاءه للبلد. لكن في هذه الأزمة رأينا كل هؤلاء قد تنوعت أدوارهم، لكنهم توحدوا في الهدف الواحد وهو الإفساد في البحرين. نريد أن نستفيد من هذه التجربة، نريد أن نعود الله عز وجل، نريد أن ننتبه ونتعرف على أعدائنا في الداخل والخارج. أعتقد هذه من أعظم الدروس التي نحن يمكن أن نستفيد منها في البحرين، وهذه نصيحتي لكل إخواني السنة في الخارج أن ينتبهوا ويتعرفوا على أعدائهم من الداخل والخارج. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تشرفت منذ مدة بإهداء كتاب لي، أهداه لي الدكتور فاروق الشمري حفظه الله تبارك وتعالى بعنوان الخطة الخمسينية في البحرين. فلما قرأت الكتاب هالني ما جمع فيه من معلومات، وبما أني أعرف الدكتورة جيدا علمت أن المعلومات التي ذكرها كانت دقيقة وصحيحة، ولكن هالني ما عرفته من تلك المعلومات، واليوم أراها رأي العين، تلك التي قرأتها قبل سنوات. وما يحدث في البحرين اليوم لا شك أنه يدمي قلب كل مؤمن محب للمؤمنين، وأحزنني كما أحزن غيري ما وقع من تلك الشرذمة الذين أرادوا إفساد البلاد وإهلاك العباد، وأظهروا حقدهم ورفعوا عقيرتهم بالباطل في وجه أهل السنة في البحرين. وهذا ليس عليهم بغريب، فهذا دين الآباء والأجداد، وتاريخهم حافل بمثل هذا وأكثر من انقلابات وخيانات وغدر وطعن في ظهر أهل السنة والجماعة. ولن أطيل كثيرا في هذه الكلمة، وإنما هي كلمة ذكرتها بطلب من أخي أبي عمر حفظه الله تبارك وتعالى، ومشاركة لأخي أبي هاشم حسن الحسيني حفظه الله تبارك وتعالى. وأريد أن أشارك أهل البحرين بكلمات كتبتها خرجت من قلبي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تدخل إلى قلوبهم. هذه كلمات قلت فيها: بحرين لؤلؤة الخليج تجلدي وتصبري، إن الإله حنون، لا تجزعي بلدي ولا تتألمي مما لقيت، فإنني محزون. إن كان ساءك من بنيك خيانة، أوليس من نسل الخؤون خؤون، آباؤهم مثل اليهود خيانة، فانظر لنسل الغدر
كيف يكون الغدر صنعتهم واللؤم ديدنهم، دين الجدود خسة ومجون، أما أنا فمتيم في شعبها أهل الكرامة والجنون فنون، ود قديم ثابت متأصل في جذر قلب هايم مدفون. هذه كلمات كتبتها خرجت من قلبي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تدخل إلى قلوبكم أهلي البحرين أهلي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن ييسر أموركم وأن يجعل هذا الذي حدث كما قال أخي حسن حفظ الله تبارك وتعالى أن يكون منحة وأن يكون سببا لأن نتنبه لما بعد ذلك. وهذه رسالة من البحرين إلى الخليج كله بل إلى العالم كله، ليحذروا هذه الفرقة التي ما فتئت منذ أن خرجت إلى يومنا هذا وهي تكيد للإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يحفظ البحرين وشعبها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.